الحاصل الآن هي أعذار، أعذار أجت من الله، نزلت أعذار مباشرة. عندنا وضع سيء، عندنا حروب، عندنا مشاكل سياسية، عندنا والله هذانا تمردوا، هذانا والله انضموا، هذانا عملوا انتقام طريقة رد. فهذا كلها اللي حاصل الزوبعة الموجودة في الرياضة اليمنية هي عبارة عن صفة حسابات. الضحية هو اللاعب الرياضي. أنا علاء محمد عبد الله صالح الصاصي، مواليد محافظة عدن، معيشة في محافظة تعز. تقريبا الشعب اليمني كله عايش نفس الطفولة، من البداية يعني انك تبدأ في الحارة في المسجد في المدرسة. فكانت يعني نوعا ما كانت صحبة زمان حلوة جدا، يعني تقريبا قبل وضوع تطور التواصل الاجتماعي وهذا الشيء، فكان التواصل الاجتماعي الحقيقي كان موجود في تلك الفترة بيننا وبين الصغار في الابتدائية بالإعدادية إلى وصلنا إلى الثانوية. فكانت يعني حياة جميلة جدا وانبسطنا ولدينا أصحاب كانوا بالنسبة لنا في الفترة هذه ليس أصحاب بل أخوان، فكنا كل واحد يدخل بيت الثاني، كل واحد يتفاقد الثاني، تغيب من المدرسة يسألوا عليك إيش فيك ليش غبت. يعني كانت حياة جميلة، وكان يعني ما تعني الكلمة كانوا يسموها الزمن الجميل. أما الدراسة وما الدراسة وما أدراك ما الدراسة، هذا الشيء كان يعني بالنسبة لنا كنا نحب الدراسة في المكان اللي فيه الرياضة، فريق المدرسي، نحب المدرسة اللي فيها ملعب. كانت الدراسة بالنسبة لنا ممتعة، إنك تروح تلتقي بأصحابك، تلتقي بالرياضيين اللي زملائك اللي تلعب معاهم. أحسن مادة كانت مادة الرياضة، يعني كنا نفرح فيها، يعني لأنها كانت متنفس الوحيد لنا. وبقية المواد لكن الحمد لله كنا في الدراسة كنا يعني مضغوط علينا في الدراسة حتى من الأسرة. قبل ما ألعب كرة القدم كان التفكير الأول والأخير هو كيف تكمل دراستك وكيف تدرس، حتى أنه يعني الحمد لله في الدراسة يعني معدلي ممتاز ودرجات ممتازة. كانت عندنا البيت في عندهم نوع من الوطنية والروح الوطنية الموجودة فيهم. لما رحت ألعب أول مباراة، أول مشاركة أو ثاني مشاركة مع المنتخب، كنت كابتن المنتخب. منظور الأسرة قائد لليمن، قائد الكرة اليمنية في مرحلة الشباب، وكان عندي اختبارات ثالث ثانوي في وقتها. من الصعب أن الوزاري أنه يأجل لك امتحان يقول لك في مهمة وطنية، لا، لأن ما تختار دراسة أو رياضة. فتشاور الأسرة والبيت قرروا وقالوا هذه السنة احنا نعطيك صلاحية انك تمثل الوطن لانك كابتن منتخب ولاعب تمثل اليمن، هذا شرف كبير لك ولنا ايضا. فتوكل العبها، لكن ان شاء الله السنة الواجي تعوض في الدراسة. فأخرت سنة من الثانوية من اجل تمثيل المنتخب. في الثانوية ذا كان المعدل في فترة من فتراتنا يعني، فتقريبا اعتقد اننا كنت ضمن القريبين من العشر الأوائل في الجمهورية. بعد مرحلة الثانوية انشغلنا في فترة الرياضة والمنتخبات واللعب، فكانت الموازنة كانت في فترة من الفترات صعبة جدا، وأخرت أكثر من سنة ما كملت الدراسة فيها. لكن فيما بعد الحمد لله توفقت والتحقت بالجامعة وتخرجت بمرحلة البكالوريوس في المحاسبة، وهذه الحمد لله أنا استطعت أن أكملها رغم مواصلتي في الرياضة، وكانت أغلب أوقاتنا كانت سفريات مع المنتخب. يحاول يمر ويعدي ويعرض، ولكن كرة بتمر خطيرة على الصاصية. بعد ما كملت البكالوريوس بالمحاسبة نزلت وسجلت في كلية التربية، يعني كانت تربية رياضية تربية بدنية. فبديت درستها ودخلت الترم الأول وتوفقت فيه ومشيت كويس، لكن لما حصلت تعاون من الجامعة أن أنا أمثل المنتخب، عندي بطولة أسافر مع المنتخب 3 أشهر 4 أشهر، ولما أرجع على دكاترة فأخذ النظرة لا ما في دراسة أهم، وأنت يعني أنا تمثيل وطني بالأول والأخير. الجامعة السابقة كانت متعاونة معي بتأخير وتأجيل بتقدير، هذا للأسف كان لا يوجد أي تقدير فيه، وهذا بعض الأخطاء اللي تقع فيها بعض الدراسات العليا بالجامعة، وتعند الدكاترة وإحباط الطلاب.
لكن بالأول والأخير ما ندمت أننا دخلت، لكن بالأول فلت الدراسة والتربية بدنية بالأول والأخير. أنا ندور أشياء بس كانت من القرب مني فأستغل الفراغ بالدراسة، لكن للأسف لما أشد أي تعاود فتركتها مباشرة. أول فريق لعبت معاه كان هو نادي أهلي تعز في الفئات العمرية، كان في فترتها سن 14 سنة، وكان رحمة الله عليه الكابتن القدير مطهر ثابت هو أول من أخذني من الحارة وقال لي لازم تدخل النادي، وتمرنت على يد مدربين كبار يعني كانوا يعلمون أساسيات كرة القدم وما هي الرياضة وكيفية التطوير، فاستفدنا منهم في سن 14 سنة إلى سن 16 سنة كان الانتقال، ومن ثم خرجت من النادي ما استمرت معه. المرحلة الانتقالية للعب على أساسي هي كانت في بداية 2003 عندما تم الانتقال من نادي أهلي تعز إلى أهلي صنعاء، وكانت هذه المرحلة الانتقالية المفصلية بين استمرارية على أساسي في كرة القدم أو استمرارية في الدراسة والتعليم. البطولة المحلية اللي شاركتها هي البداية كانت في الدور الممتاز، كان مع نادي أهلي صنعاء، وهذا النادي هو يعتبر إمبراطور الكرة اليمنية، وكان له الفضل في استمرار على وظهوره على استقطابه من أهلي تعز من الفئات العمرية إلى أهلي صنعاء الفريق الأول، فحضرت مع أهلي صنعاء أكثر من بطولة، منها بطولتين دوري وبطولتين كاس، بطولتين كاس السوبر وبطولة كاس الوحدة، ثم انتقلت إلى نادي الهلال الحديدة. كانت تجربة لا بأس بها، يعني كانت أنك تلعب مع فريق يجيب بطولات وتلعب مع فريق مهدد بالهبوط، فكانت مفارقة كبيرة موجودة. لكن في وسط انتقالي للهلال بدأت أخرج خارجيا، كنت أفضل الخروج خارجيا، وتوفقت أن خرجت مع ثلاثة أندية لعبت فيها برا، كانت ضمنها نادي الميناء العراقي، من ثم رجعت للهلال، بعدين انتقلت إلى النجم البحريني، ومنها ثم انتقلت إلى نادي السيلية، ومنها تركت كرة القدم نهائيا في 2019. الدور العراقي كانت من المشاركات اللي جازفت فيها بصراحة، لأنه كان أول لاعب يخرج من اليمن رايح العراق، والعراق كان وضع يعني على ما نشوف الإعلام من العراق يعني بعد صدام الوضع مش مناسب، لكن كانت في رياضة غير ما كنا نتوقعها، يعني إحنا كان الإعلام مبين لنا صورة لكن بالواقع كانت صورة أخرى. فبديت هناك والله حصل ترحيب غير يعني غير ما كنت أتوقع، يعني التعطش الموجود في الكرة العراقية والجمهور العراقي، فبدأت ألعب مع نادي الميناء واستمريت معاه، و حققنا معهم أشياء يعني كشخصية وأشياء جماعية مع الفريق، فكنت مبسوط جدا إلى يومنا هذا، يعني متواصل معهم ما يقارب يمكن قبل 12 سنة و 10 سنوات دعت معهم، إلى اليوم هذا التواصل مع الأخوة في العراق. من الأهداف اللي جبتها مع النادي العراقي وهي إلى يومنا هذا يعني موجودة في سجل النادي، هو أحرزت لهم هدفين، فوزنا على نادي القوة الجوية في بغداد، محاولة حركة لعب جميلة من الصاصي، انطلاقة خطيرة للميناء، الصاصي هدف ثاني للسفانة، وهذا الفوز كان يقارب 40 سنة لم يفوز النادي نهائيا على هذا في بغداد، فكان هذا أول فوز للنادي في بغداد، وكان الأثر من اللاعب اليمني اللي المحترف في صفوف نادي الميناء، فكانت يعني هدف مع صيت، حتى الغرماء لنادي القوة الجوية نادي الشرطة الزوراء الطلبة، فكانوا حافظين اسمي بما تعني الكلمة هذا تمام، سكت القوة الجوية في أرضهم. إلى يومنا هذا لم يفوز النادي إلا هذه الفوز، فسبحان الله قلنا الحمد لله توفقنا في هذه. والله حاليا أتجنب المشاهد جميعها، ولكني حاليا متعاقد مع قنوات الدوري والكاس القطرية في التحليل الرياضي، فأشكرهم على أخذهم وتطويرهم أيضا لي. الرياضة اليمنية بشكل عام احنا اللي نعاني منه في الكرة اليمنية هو عدم التأسيس وعدم الاهتمام في الرياضة بشكل عام، يعني من الدولة نفسها من المسؤولين على الرياضة، الخلل موجود بشكل كبير جدا. الرياضة هي تعاني، اليمن بلد موهوب، عدد السكان
معهول 35 مليون ترى الكثرة تولد الندرة، فالنادر موجود في هذا البلد وموجود في الموهبة، لكن عدم تحقيق أي إنجاز وعدم تحقيق أي بطولة، فهذا السبب هو راجع المنشأ الرياضة نفسها في اليمن، المنشأ ما إيش تشتي إيش العملية الاستراتيجية الموجودة في البلد عشان الرياضة. إحنا الرياضة في اليمن للأسف أنها أصبحت أي واحد يشغلك من أطفالك قل له خرج العب، هذا هو مصطلح الرياضة عند المسؤولين في الرياضة للبلد، بالرغم من البلد هذه موهوب، لكن للأسف القيام استراتيجية مدروسة ماذا تريد اليمن في الرياضة مغيبة بشكل تام 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 جدا، فلذلك هذه النتائج سوف تستمر إلى وقت طويل إلى أن يتم تغيير وعمل استراتيجية ودراسة لتطوير كرة القدم في اليمن. النظرة المستقبلية للرياضة اليمنية إذا استمرنا على ما نحن عليه والطريقة اللي ماشيين عليها والسلك اللي مستمرين فيه القيادة الرياضية باتخاذ هذه القرارات الأخيرة، أعتقد أنه للأسف ونقولها وإحنا متأسفين لن نصل إلى بعيد، لأنه لا يوجد شخص يهتم فيك ولا في شخص أنه يحبك لأنك لأجل أنك تتطور، هي كلها مصالح الأشخاص يستثمروك، فاستغل نفسك وطور نفسك وخلي طموحك وتفكيرك هو الاحتراف خارجيا، الكل مستفيد، كل الموجودين المتسلطين على الرياضة هم مستفيدين ماليا وأسرهم مستفيدة، كلهم مغتربين برا، ولكن هم المسيطرين على الأرض، الموجودين في الدولة، الموجودين في دعم الشباب، هم متواجدين في الإعلام فقط لا غير، يعني كل شخص عنده مجموعة من الإعلاميين تلمع الشخص هذا أنه لا يوجد سواه. أرض الواقع لا يوجد أي شيء، الرياضيين كلهم يعانون ولم يوجد رياضي ما يعاني في البلد هذا، فهذه مصيبة. إذا كان بالدول الأخرى الموجودة اللي هم عايشين فيها يشوفوا اللاعبين والرياضيين إيش عايشين، عايشين في آي بي، عايشين حياة كريمة بما تعنيه الكلمة، أنت لاعب يعني أنت سلطة. إحنا في اليمن اللاعب مسكين، إحنا في اليمن نوصل لمرحلة اللاعب يجي المنتخب عنده سيارة، المسؤول عليه أي مواصلات، بعد 5 سنين 10 سنوات المسؤول عنده سيارة آخر، مدير عنده بيت أعلى مستوى، اللاعب يجي قد باع سيارته عشان يوفر حق المواصلات عشان يدخل يمثل المنتخب ولا يمثل النادي، فهذه مصيبة. إحنا نعظم الأشخاص المسؤولة ونترك صاحب الشخص، هؤلاء المسؤولين جميعهم لولا اللاعب لما وجدوا في المكان اللي هم فيه، فهم مسؤولين عن هذا اللاعب، شغلكم لهذا الرياضي، لكن للأسف إحنا الرياضي هذا لا له قيمة ولا له أي مكان، تشتي تتريض في الساكت. الرحلة الرياضية اللي تعلمت منها، الرحلة الرياضية هي عبارة عن رحلة شاقة ممتعة، ممتعة بما تعنيه الكلمة، هي نعمة من الله أنك تحب شيء تسترزق منه، أغلب الناس الآن يسترزق من شيء هو لا يحبه، لكن هنا رزقك، لكن أنت كرياضي لما أنت تروح تلعب تسترزق من اللعب، هذه واحدة من النعم أنك شيء تحبه تسترزق منه، فهنا لازم يكون طموحك وتطويرك مستمر، فرحلة الرياضة هي بحر وما زالت بحر، إن كنت رياضي تلعب تمارس وإن كنت تارك الرياضة ما زالت دراسة ومستمرة، وهي بحر بما تعنيه الكلمة، كل يوم نستفيد شيء من دولة، نستفيد شيء من أشخاص، من الناس لعبنا معهم، من الناس جلسنا معهم، فهي رحلة شاقة ممتعة بما تعنيه الكلمة. التوازن كان بين البيت والدراسة واللعب، فأنا أغلب عمري ووقتي كنت بعيد من الأسرة، بعيد من البيت، فكنت بين الرياضة وبين الدراسة والأسرة كنا نزورهم من النادر، هذه واحدة من ضرائب كرة القدم لابد أن يكون في عليك استغناء تستغني عليه من أجل شق طريقك وتوصل للمرحلة اللي أنت تشتريها، إما أنك تترك أصدقائك، إما أنك تترك بعض العادات اللي كنت تمارسها مع الشباب في الحي والمنطقة، فكانت واحدة من الأسباب أيضا، وكانت تشجيع من الأسرة أنه لازم أنك تستمر، فلما كنت بعيد من الأسرة فكنت أعرف إيش المجال اللي كنت أشتيه وإيش المكان الشيء اللي كنت أشتيه أوصل إليه، لو كنت قريب من البيت أو في البيت، لأنه في بعض الأحيان في الطريق تحصل على عراقيل قوية، لو أنا موجود والأسرة قريبة مني يمكن ما بوصل كرة القدم، أنتقل خلاص أنا جالس في بيتي مرتاح معزز مكرم،
لكن بعض الأحيان تصبر وتذوق المر في الرياضة عشان توصل للطريق اللي أنت تشتي توصل إليه.